بكم في حلقة جديدة من سلسلة لقاءات وضيف جديد من رموز دوز في الميادين العلمية والتربوية والإدارية. هذه هي السلسلة التي تنتجها جمعية الإعلاميين الهواة وإذاعة ريم أف أم دوز كمحطة للوقوف على إسهامات الآباء والأجداد في نحت مستقبل مشرق لهذه الربوع وجسر تواصل مع الأجيال الجديدة والشباب للعبرة والنهل من مما تركوه من آثار وتجارب زاخرة وثرية. ضيفي اليوم قام من القامات العلمية والتربوية البارزة، ترك بصمات واضحة في تأسيس أول معهد ثانوي بدوز، صاحب تجربة طويلة زاخرة بالعطاء وشاهد على عديد الأحداث التي عاشت على وقعها دوز وجهة قبلي وتونس قاطبة على امتداد نصف قرن تقريبا. سعيد جدا اليوم بأن أحط الرحال بمعية تقنيي جمعية الإعلاميين الهواة وإذاعة ريم أف أم دوز في منطقة عزيزة علي كثيرا، وسعادتي مضاعفة باستضافة الأستاذ والمربي الفاضل والشيخ محمد الكروس في منطقة أنويل. سي محمد مرحبا بك. يبارك الله فيك، جزاك الله كل خير سيدي. أهلا وسهلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بجمعية الإعلاميين الهواة وبإذاعة ريم أف أم، مرحبا بكم وبارك الله فيكم على هذه الالتفات الكريمة. ونسأل الله أن يجتهد الإنسان بإفادتكم بما يستطيع مع اعتبار العمر والنسيان. يعني ساعات بعض طول المدة وإحنا ما نسجلوش في المذكرات، فقد بعض الحاجات تتشابه، فمرحبا. شكرا شكرا سيدي محمد، ومازالت البركة وهات المسيرة هذه طويلة وزاخرة إن شاء الله نعرفوا بها، ونبدو من البداية من الطفولة ومرحلة الابتدائي. أي بارك الله فيك. الاسم محمد بن عمر بن محمد بن علي بن القاسم الكاروس، من عرش الشتاوة من نويل. العائلة عائلة متواضعة في البداية، ويعني كنا عائلة الكواريس في غوط الكواريس يسموه بر بالقاسم، جدنا الكاروس هذا بالقاسم. وكانت الحياة يعني متواضعة في أني من وليد 1950 في جوان. أمي تقول لي جيت أول يوم في رمضان. والوالد كان يعني عامل يومي، يخدم الحطب يبيع في دوز، يحطب الحطب ويبيع في دوز، وساعات يعمل جمال من دوز وكل شيء. وهكا سيرورة اليوم ابتدى منها، رغم أن أخوانا وقربنا كليك الموجودين هم فلاحة ملاكة غنام وإبل ومعز، وأخوالي بما فيهم أخوالي زاد لباس. وعديت العمر هكاك يعني في الترحال، أنا نرتاح له في الربيع، وفي الخريف نروحوا لنويل يعني وقت تمر وقت كذا، في الصيف نمشوا للزرع نهطوا بلغة العامية يعني فهمت ولا. وفي البداية كان في الخريف ذاك، دخلت أول ما بديت في عمري 4 سنوات تقريبا عند الكتاب متاع القرية عند سيدي عبد الله بالعسكري، هو اللي علمني الرموز الأولى الحروف. وحمناها لكن يجي وقت الربيع نتاعنا ننقطعوا هكذا يعني. فأحد الأقارب خال الوالد رجل صالح الله يرحمه خاله فكر باش يرحل معنا مدب، وهو المدب الثاني ولد عمتي، يقول سي البشير الله يرحمه، سي البشير بن علي بن عمر ولد عمتي شقيقي، رحل معنا في خيمة نقرأ في القرآن يجي 15 واحد منها، حتى لأن هو ندوه في الخمسينات يعني 55 وكذا الشيء باش يمشي للجيش أو الحرس محمد محاولة. فانقطعنا حتى تقريبا جزء عامة يعني صرت في القرآن الكريم.
ومن فضل الله تعالى في 57 فتحت من حمل سبر بجمع جزاه الله كل خير، محاولة يجمع لها من كاف للبلاصة مثلا هو ينجال يجمع المنسك، والبلاد ساهمت ببناء منسب الطوب، منا كلهم ساهموا، نوير كاملة ساهمة، حتى احنا وقت صغار نمشي مع الكرار تنعبوا في الحجر ونعبوا كذا. فتأسست المدسة وكانت معارضة كبيرة جدا من أخوال الوالد، قالوا له إذا باش تقري ولدك وباش تبقى في الاستيطان راك تتعب ماديا وكذا، ولذا خليه يسرح ويعاونك في على هم الزمان. فأبى الوالد، قال لهم أني سرحت وريت الصراحة وتو الوقت تبدل والزمان تبدل، فدخلني إلى المدرسة. من فضل الله تعالى في 57 دخلنا زوز أقسام، وكانوا أول المعلمين اللي جو من تلاسة طيب العياد من صفاقس وسعالي العامري من كابس، منها ناس عطتهم نوير الحوش بلاس ومسخرت لهم يعني زوز دواب كل نهار خميس يمشوا لدوز باش يساقوا ويكاد ما يطيبوش يكرموا فيهم باش يبقونا، لأن الحياة صعبة وقتها في الأمان في الخمسينات. والحق لهم فضل أيادي كبرى علينا بحق، وقت اللي مرض الواحد منا معناها يجيبوا الدواء ويحاولوا باش يعالجونا، وهم علمونا يعني. وسمر كان يكرمهم ياسر وكان ديما يزورهم وكان ديما معناها ونوير كل أكرمتهم من أجل باش يقرونا. وكانت هذه المجموعة الأولى أغلبها جماعة كبار في السن، كان معملوا تصاريح وكل شيء، ودخلنا نقروا والحمد لله عدينا تعليم ابتدائي. في سنة رابعة ابتدائي جيس عمر بجمعة تخلى على التعليم الثانوي وتولى هو إدارة المدرسة، وشي يقر فينا حب يصنع منا فهمت لا منها، وكان يعني ديما يذكر فينا دورنا مهمة التعليم. وخرجت الكوكبة الأولى يعني في 63 خذيت شهادة السجام، معي بعض من الخيان، أما أني وقتها السجام أنا الوحيد الصغير، مشيت القابس تسمير في قابس محمد امتحان عدوه في دوز ولا في عدنا في قبلي الامتحان. ومن الذكريات أن وقت المشيت مشيت لقبلي مشينا على رجلنا جاء أربع من الناس من وين لقبلي مشينا منها سبقنا الامتحان مشينا للأقارب غادي باش نعدو السجام. ومن النكت أني مشيت في سوريا وسروا العربي وأني في سنة سادسة عمري 12 عام، خالي وقت اللي لقيته هكا كلي تحرج شوي كان مخذ لي سروال عصري ونجحت والحمد لله، جت النتيجة احنا في زرع نحطو. ووقتها في الجرايد تطلع جيت في الليسي متاع قابس. تتفكرش شكون بعض زملاء دراسة تلامذة في المنه زملانا فيهم اللي هو على قيد الحياة وفيهم وقتها معنا فهمت السلك الذي بكر وسمى سعود الله يرحمه مات هذا فهمت ولا، ومعنا خيان أحمد بن هدج الله يرحمه وسمى إبراهيم بكر ومزار حي يرزق وسمى مصطفى الحرابي وجماعة فهمت الأولين وثم 17 واحد عدينا السجام. والحمد لله رب العالمين. وقت مشيت القابس أول مرة مشيت وحدي، من حتى الأقارب اللي نجحوا معي جاء واحد في قفصة واحد في طوزر، وما لقيتش ونجح واحد من نويل بامتياز ولكن ما قرش نويل يقرأ في يوم الصمعة، نجح وقتها الأول في ولاية قابس ولاية قبلي وجو الجائزة وتلاقينا. فأني بحكم ما عنديش أولاد بلاد معاي وكل شيء، وكان الولي متاعنا واحد من جماعة من أقربنا من نويل من في وقتها في قابس بحكم أنه كان يوسفي وتربط وكل شيء هو الولي متاعنا. وتلاقينا غديك ما عندي ما نعرف حد، مشيت لولد بلادي نلقى مع جماعة فاطناسة وجماعة أم صمعة كثر خيرهم واعتبروني كواحد منهم حتى لنلتحقوا بيا ولد عمي جاي منها من قفصة رجع. هذا قرينا في قابس في معهد المختلط، في معهد المختلط هذاك فهمت انا في قابس كان براوي الملوح هو المدير. براوي جديد براوي الملوح هذا براوي الملوح هذا من سوسة كان كاتب دولة للبريد، عمل غلطة عقبوه سموه مدير في قابس. وهو سن مثقف كبير ياسر لأنه بعد بدي ملحق ثقافي في المغرب العربي من سوسة. والحمد لله أول مرة هكمت لها منها جينا للتضامن الاجتماعي
نظام اجتماعي فيه ملمد الفقراء والمساكين من المارت المطوية الحامة باللي لكل مكان. تلاقينا الحياة صعبة، اللوبيا الحمراء والمبيت فيه 200 واحد مع بعضهم، ونمشوا على رجلينا للمعهد وهو في الشط ذي الواحد مبيت. لقينا صعوبات شوية من ناحية التغذية ومن ناحية الواحد، والقيمين صبروا علينا بارك الله فيهم، يعني كانت صعوبة. أني أكرمني ربي سبحانه وتعالى الأولاد من دوز اللي هم في المبيت انتبهوا على أني يعني عندي نص إعانة، فقالوا لي تعال على الأقل يعني كل ماكلة طيبة في نصف النهار. وكانت لي فرصة باش تعرفت على الباقي من أولاد دوز المولد بن عزوز الله يرحمه وفنتنا وخيان في يوم اللي مات ويوم الحي. بالنسبة للتعليم الثانوي سي محمد، المرحلة الأولى التوجيه، توجهت علوم رياضيات. كان التوجيه يتم في سنة ثانية. أما عام تعليم عام أو تعليم اقتصاد فوجهوني للاقتصاد. لاش؟ لأني ضعيف في الفرنسوية المواد كل، ورغم أني منها من الأوائل يعني من الثلاثة الأولين معدلات سمحة، فالأستاذ الموجه وقتها ما نجمش يقنع برامج ملوح، قال ضعيف، فتعديت للاقتصاد. والقسم وقتها تاع سنة ثانية عندنا يعني ثامنة تو يعني ثانية يوصل 45 صغير، تصوروا كبر القسم. فالحق أني تميز في الرياضيات رغم أني في الاقتصاد، ما تشهرت بالرياضيات، عددي سمحة ونجيب عدد سمحة وشجعوني. وقعدت الأولى والثانية، في الثالثة لقيت شوي صعوبة، أولاد بلادي أولاد دوز منها منهم سي عبد الله حسيس الله يذكره بالخير وجماعة تولهوا بي وأعطوني دفع، فحافظت على الأولوية هذيك. وكان قبل ثم تواضع، كان يعني تلقى في الليسي 3-4 شهور بالمات 3-4 شهور بالفرنسية، نعاونوا بعضنا فهمتنا. وكان معي الجماعة سابقين فهمتنا، كان سب الطيب وجماعة فهمتنا هذوك وجماعة سابقين أكبر منا شوي، وفهمت ولا صول الله يرحمه وبرش جماعة من هالنوع كانوا يشجعوا فينا. وتوجهت من بعد يعني للاقتصاد، باقي للاقتصاد سنة رابعة اقتصاد، واخذت بكالوريا اقتصاد البكالوريا الجزء الأول في 68، والجزء الثاني البكالوريا اخذتها في 69. التحقك بالجامعة؟ التحقت مباشرة بالجامعة رغم أني خيرت، كنت باهي بالعربية الأول، فخيرت من خيرتني الأستاذ الموجهة فرنسية وقتها، قلت لي علاش ما تاخذش تقولي تمشي للآداب، قلت له لا نحب نمشي اقتصاد. ومشيت في كلية الحقوق كان فرع اقتصاد، وأخذنا نقرو. السنة الأولى لقيت صعوبة، ولذا منها عاودت العام، والصعوبة السبب فيها أساسا معنوي، لأنها عند الوالدة مباشرة منها فوجئت بمرض عفاكم الله مرض الكحلي فعميت مباشرة، فكانت لي صدمة معنوية فهمت أنا ما نجمتش أقل بها، وشديت اقتصاد. من بعد في عامين بعد العامين اختصصنا للتصرف، كان اختصاصي في التصرف. وفي عام 75 أخذت الإجازة في التصرف. هذاي يعني كتعليم، كمرحلة تعليمية في الحي الجامعي، ومن بعد سكننا لبرا. طبيعة الحال الحياة الجامعية هي حياة أول مرة منها، حياة متحركة، خاصة في السبعينات كان يعني بعد التعاضد مباشرة، يعني بعد 69 تجب التعاضد والفشل بتاع التعاضد، وكان اليسار هو المسيطر على الحركة الطلابية. جماعة برسبكتيف كان منها مجرد أي واحد يجي منها جماعة أفاق هذوما يعني يتصلوا به وعطوا أوراق واستقبلوه، ومعناها تنجم تقول وقتها هم اللي يصولوا ويجولوا في البلاد. السبت الأسود هذاي والفيفري 6 فيفري وكل شيء هو كان النشاط خوي اليسار، وكانوا مسيطرين ومش مخلين مجال شوية بعثين شوية. وفي صلب ردة الفعل هذاي برشا أسباب ساهمت منها في انطلاق نواة للعمل الإسلامي. ما كانش موجود العمل الإسلامي يكاد في الجامعة منعدم، معناها ما ثمش. فكيفاش تمت العملية دي؟ تمت ببناء
بعض الجماعة يصلوا كل شيء، بدنا أسسنا إلى ما عملنا مسجد منها في رأس طابية أول مسجد، ومن بعد ثم جماعة أتراك في باردو منها كونه مسجد في باردو. وصادف كل عام هذاك مجيء الشيخ راشد من فرنسا، قبل هو ثم عمل الإسلامي من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ ولا واحد يقول يونس ينشط في البلاد وبأسلوب جماعة التبليغ. وفي الصلاة في المسجد أنا كانت يعني مجرد صلاة، ثم من بعد منها بدينا نعمل شبه دروس منها نجتهد وفقه، ورغم من ثم مضايقة حتى في الأذان من اليسار. الأستاذ رشد في الوقت ذكر أستاذ أو مازال طلب؟ ما نعم هو أستاذ رشد غنوشي، هو أستاذ وسموه في القروان يقرأ في الفلس، يجي كل نهار جمعة الباردو يعمل كلمة صغيرة في الطلبة، فهمت؟ هذه البداية منها. ثم بعد منها سي عبد الفتاح وجماعة كونوا جمعية المحافظة القرآن الكريم في بن عروس، في جامع بن عروس هذا يعني حدا جامع الزيتونة، جمعية المحافظة القرآن الكريم سبحان صالح النيف وزاد رجع من الجزائر الله يرحمه، حتى هو ساهموا وعمهم واحد من بالخداش أنا نسيت اسمه فهمت ولا، عملوا جمعية المحافظة القرآن الكريم وبدت الملات القرآنية يشرف على عبد الشيخ عبد الفتاح مورو في منها في جامعة يعني نسيت أحدها بزرع الأولى، وصلت الملة القرآنية 500 واحد مش شوي. وبالتالي هذه كانت النواة الأولى، ثم بعد فكروا باش يكونوا يقوموا بمجموعة رحلات الجامعة سوسة الحاجات كي كي، وبدي في الجامعة كل مرة يجي واحد مرة يعمل محاضرة، منهم دكتور بالسلامة ومنهم من الشيخ محمد سعد النيفر والشيخ راشد والشيخ عبد الفتاح، يجوا للجامعة يقوموا بمحاضرات هي في العقيدة الإسلامية وفي مش العمل السياسي، لا العمل في العقيدة الإسلامية، هذه البدايات يعني. وبدي حتى تحرك على مستوى الجامعة. ثم من بعد وقع جامع في كلية العلوم، يعني في كلية العلوم ثم جامعة وكان صلاح الدين الجوشي هو الخطيب وقتها، وبدي ثم عمل منها يتلاقوا ويصلوا صلاة جماعة. ردة الفعل الأفاق برسبكتيف بالنسبة للأفاق والأخرين ما حملوش الشيء هذاي، كملوا جملة. أنا ثم وقعت مرة ولا ثنتين محاضرات من الشيخ بشير التركي فهمت ولا في الأحياء الجامعية، وكانوا نقاش حاد وكانت فهمت لهم حتى مصادمات. ووقتها فهمت ولا يعني حاولوا ماهوش مسيس العمل السياسي، تقول كانهم زي مشم ما هم على الجانب، لأن كان الاعتناء شوية جيما كابر جيبا وقتها زاد في انتلاري تمش كون قال لهم أنا بشترد الفعل على اليسار وكل شيء في معرض الكتاب، جي الكتاب الإسلامي بعدد وافر وخذت الناس ودي تداول كتب الإخوان وغيرهم ومالك بن نبي بالأخص ضمنها وبعض الكتب، فنشت بدت في انتلام أنا حلقات تكوينية بدت أول مرة في على مستوى كل حي جامعي تلقى حلقة اثنين منها يقرأ في الكتب هذه وفي العقيدة في البيوت، في البيوت ولا حتى في المسجد ساعات تلقى حلقات. وبدي منها على مستوى تقريبا ثمانية، ثم زوز حلقات ما همش من الجامعة والستة بقية. فك الصدمات المصادمة مع اليسار وكل شيء، ساعات نقعد مع بعضنا ونتدبر أمر وكذا كل شيء، وفهمت أنا بديك يعني التفكير هل كيف يكون هالعمل هذا، هل يكون تابع الإخوان، هل يكون مستقل عليهم كذا، يعني هو مجرد نقاش في البداية ونية لتكوين هذا في البداية. نحب أقول هذا السبعينات يعني تقريبا 70 71 فهمت أنا الحاجات هذه كلها، ورحلات وكنت من الجوانب اللي أني كنت من مشرف على الجانب المادي في الرحلات الطلابية، نمشوا للكاف يعني نحاولوا باش نصدروا شوية ونتصلوا بالتلامذة فهمت أنا، نمشوا للكاف، نمشوا للسوسة، نمشوا للبلاجة، نمشوا للبنزرت، رحلة طلابية هوانها ونحاولوا نتصلوا بالتلامذة بشيئا فشيئا، حتى ولت يعني في الأخر بدينا عندنا جي 5 أو 6 أو 7 كل نهار حد نمشوا، واحد يمشي الباجة، أنا كنت أمشي الباجة مثلا،
واحد يمشي البزرط، واحد يمشي السوسة، واحد يمشي الجابس، واحد يمشي الصقر، من باب يعني تكوين لجر البداية الأولى. وبشوي بشوي بديت أقلم. والشيخ وقت حتى الوقت ما كانش انتماه، الشيخ أحمد النيفر والشيخ راشد، وهذوما يقوموا بمدة محاضرات وتوجيه، وثم حوار قاعد يقع. فحتى نجي 74 تقريبا، جي مشي الشيخ لبنان، فهمت أنا، واتصل بفتحي يقول واتصل بالمها، فجاب فكرة الجماعة الإسلامية اللي هي جماعة اجتماعية دعوية. احنا كنا ياسر وقتها غالب علينا جانب التكفيري والمجتمع حكا وكذا والتغريب وكذا، فالحق جي تغير الخطاب، دي يلزم اندماج مع المجتمع ومسايسة، واللغة تبدلت شيئا ما. وتكونت أول لقاء يسموه لقاء الأربعين في، وكان مجلة المعرفة، تكونت مجلة المعرفة ووقفها وقت اللي هي حكت على الوحدة، فهمت أنا، من الوحدة من بعيد هذيك وحبسها. و من عملنا هاللقاء هذا بتاع الأربعين، تلاقينا فيه مرناق، تكونت ما يسمى بالجماعة الإسلامية، الاتجاه الإسلامي، لا قبل الجماعة، الجماعة الإسلامية هي جماعة دعوية ما هيش مسيسة. لكن النسق متاع العمل في الجامعة واليسار وتقدمه ونمو العدد الإسلامي وعدد المساجد في الواحد، فكنا احنا المجموعة المشرفة على الجامعة، من أسبوع النادو الجماعة من الأحياء الجامعية، وأسبوع نمشو لهم احنا ونحلوا هكا بعض المشاكل متاع المساجد متاع كذا بشوية بشوية. والحق ويروحوا في الصيف، ولت من العمل دخل. وبالتالي فهمت انا مثلا يجي مره الشيخ راشد الدوز لهني، فهمت انا بات عند سعد الله السيس، فهمت انا من اعمل محاضره في دار الشعب وقتها، فهمت ولا، وفهم على انه اخواني ما انا جاي، فهمت انا، واخذت حس. وكان الامن مشدد في دوز برشا، فهمت ولا، ما انا كان واحد يقول البشير، ما انا كان متشدد وسع للبدوي، يعني الواقع معناها ما انش في دوز. حتى المروح انا ما نروحش برشا في الواحد، فولت في قبلي في انا في بشوي نوتات بشوي بشوي هذيا قدام هذا، نحكي لك 470 تقريبا. مجله المعرفه انطلقت قبل اللقاء الأربعين، اي لا قبل، هذه هي قديمه. والشيخ سلامه هذا مدير، ما هو المدير نتاعها، كان قبل ما انا اعملها وقصها عليه، زاد رجعت وعطوه ترخيص هذه مجلة المعرفة. وبعد ما قصها هي، ثم مجلة أخرى اسمها المجتمع نشأت، هي محاولات يعني باش يكون الخطاب. وقع شوي منها انقسام في ما يسمى بالفكر التقدمي في منها اليسار الإسلامي، هذا في الكلام منها هو فكر متبني، زي خلاف في حميد النيف وصار دير جورج مشوا فهذا ما يسمى باليسار الإسلامي، والمجموعات الأخرى قاعدة متماسكة. ونشأ على غرار اليسار ما يسمى بالتنظيم الداخلي، معناه تكويني، هو تنظيم تكويني، لكن اهتمامات الجامعة وكثرة يعني والحديث اليومي، فكنا نتصادم نحن واليسار. وأني كنت من يعني من معنا سيسار بن عبد النخيان الأخبار، فهمت أنا من هما، وأني كنت حتى أني من الناس اللي تكلموا، فهمت أنا، مصادمة يعني، فهمت أنا، نتصادموا معهم في الحوار وفي النقاش. من الحاجات اللي فهمت أنا رغم اللي كنت منصادم فيهم، ولكن كانت وقت اللي جيني هدية بتعتمر ولا حاجة كنت نضوء فيهم، كان يراها مني حاجة سمع. فهمت أني من وقتها متبني فكرة هذه التواصل بقطع النظر عن النقاش، أما هم مسكرين تماما، أنا وقتها ما يقبلوا حتى هم فيما بينهم ترى. و يعني بدي التحرك وقتاش خرج للعلن حركة الاتجاه الإسلامي؟ هو الوقت بعد اكتشفت بين قوسين، يعني بالنسبة لي أنا وقت تخرجت عام 75، وأنا أنا مبعوث إلى قبل سبقني أخونا عبد الرب رمضان، لقي إشكالات في الدعوة، ما أنا مع بعض الأخيان وكل شيء،
وأنا كنت المرسول الرسمي لجابس باش مثل أمانها ندعم العمل في جابس كاملة معنا جابس الولايات كل والحمد لله. فهو كان رغم اللي هو كان المسؤول على العمل ولكن أنا كنت الرقم اثنين. وبدينا بمثلا يعني لقيت تصادم بين اليسار وفي المعاهد فهمت لي حاولت باش نهفت العملية هذه. كان عمل لي بلا ربعين يمشوا للشط ويمشوا كذا شكلت عملية الحلقات فهمت لي ما شكلناها ومنها كشوي هادي منابر هدوء ثم منابر عملت منبر ولا اثنين منها في المعهد على المفاهيم الإسلامية وكل شيء. وحتى أن بعض من الزملاء كانوا يسخيلوني مغفلق شوي ولا مسكر شوي لكن كيف لقوا طريقة التكوين وطريقة الحوار وطريقة كل شيء مشوا يحكم. وكنت نبيع في المعرفة ذميك في انتلام في وسط الزملاء يعني في المعهد الفني قريت في المعهد الفني اسم القسم جراد. وكنت نعمل في درس في جامعة جارة شرحت فيه يحضروا لي 1400 تلميذ يعني عملت فيه شرح سورة الكهف. فسمي قسم جراد يحب ياسر سمر بن جمعة وما سعداش هذا هو رئيس البلدية فمفروض نبقى عام آخر. كنت نقري في 10 أقسام 350 صغير 30 ساعة قر لا في الشبع فخرة ولا في الجعار. الأستاذ وقتها ياخذ 96 دينار و 615 أول شهري. فكنت مضطر باش نقري سوايع زايدة فهمت العائلة ظروفها صعبة وكل شيء. فهو أراد باش يبعدني من جابس حولني للحامة فورسي يسمى معناها زي عقوبة. وصرحني قال لي أنت تتكلم يعني تعمل في الدروس فهمت له. سي محمد إذا كان كلمة على حضور الشيخ رشد الغنوشي في عرسك وما روج في الوقت الحاضر على أن مؤتمر بحكم الوالدة عمي وكل شيء يعني كنت مضطر باش نعمل يعني نتزوج بسرعة وزوج بنت عمي وقريبتي بنت خالتي. المفهوم وقتها اللي عندنا استدعاء لخيان باش يحضر العرس والعرس حول باش يكون فيه طبارة وزكرة وكل شيء تكون فيه دروس وتكون فيه مواعظ. فاستدعيت الشيخ راشد حضر الشيخ راشد ومعه سير الحبيب واحد من جربة بعض خيان ولكن ندت لي برشة من نفزاوة. فكان حضور واستغربت البلاد في الوجود هذاي والأمن يبحث من تحت. عبد الفتاح مور ما حضرش؟ لا عبد الفتاح والشيخ مبارك ما داش ما حضروش. فشاع على أنا وبالجملة وخيالنا السي إبراهيم بلدوي الله يرحمه والسي الحافظ ربي يطول في عمره والسي محمد علي الله يرحمه جو كيف سمعوا بسي عمر جو بدا ما جي الشيخ راشد وسي عمر جي يحضر وثم حوارات هي نقاش ومسابقات ما اكثرش معناها ولكن مشي على انه مؤتمر وقت وصلش الجماعة الشعبية وقتها جماعة بن صالح وكل شيء وظفوه في الجامعة لأن مؤتمر دوز وما مؤتمر دوز قرارات مؤتمر دوز وقرارات مؤتمر دوز مما خلى يفتح لي صفحة أمنية معناها كان مؤتمر تأسيسي أي كان مؤتمر هو لا يعني ما مقعش وقع فيه كلمة الشيخ محجوب والسعمر بالجماعة وكلمة الشيخ راشد في الليل معناها كلمة يعني سعمر قال لهم وضحوا لنا شنو أهدافكم وش تعملوا وش ناويين وكل شيء. هذا 76 في 76 عود 76